برحب فيكم مشاهدينا بحلقة جديدة من برنامج من بيروت، ومواضيع متنوعة من خلال اللقاءات المباشرة على الهواء والآخر من خلال الروبورتاجات اللي بتغطي بمعظمها نشاطات فنية وثقافية عم تصير بلبنان على الرغم من كل الظروف الأمنية. ومن ضيوفنا لهالأسبوع الدكتور جمال فياض لنطلع منه على حقيقة الوضع الفني والدرامي بظل الظروف المحيطة بلبنان والمنطقة. وبتخلل اللقاء اتصال مع السيدة هلا شاهين مديرة مهرجانات بيت الدين لتطلعنا على نسبة الإقبال على حفلات المهرجان. أما إلى عيوب المعالجة الغذائية بتخبرنا عن تحضيرات رمضان الغذائية، والصحافي فؤاد حبيقة بيطلعنا على تفاصيل مجلة فاميلي اللي أطلقها مؤخرا. رغم غياب السواح وتردد اللبنانيين إلا أنه لجنة مهرجانات بيت الدين قررت الماضي قدما، فافتتحت أجمل أمسياتها بعرض غنائي راقص حمل عنوان على خطى ماركو بولو. حضوري أنا وحضور أي لبناني لأي مهرجان عم يتنظم هو تحدي، وتحدي للواقع السيء العصفورية القائمة بلبنان. بعتقد واحد إذا قدر حجز كرسي وفعلا مظاهرة ضد العصفورية. هيدي ببين وبدل وبيثبت إرادة الحياة والعيش بكرامة وبفرح وبهجة. واصلي لهون مع قلب كبير، مع أمل كبير إنه هذا البلد ما معقول يموت لما بيكون في شيء مثل بيت الدين. من بلاد المغول إلى الهند الصين وصولا إلى سوريا ولبنان، مساحات اختصرت التاريخ اختصر ماركو بولو برحلاته المتعددة حول العالم، فجمع عرض على مدى ساعة ونصف من الوقت. فمن خلال معزوفات غناء رأس أزياء وأناشيد كل حضارة انتقل الجمهور من بلد إلى آخر من خلال عرض المخرج الفرنسي ألان فيبير، وعلى إيقاع صوت رفيق علي أحمد وعبير نعمة عود شرب الروحانة، وبقيادة المايسترو لبنان لبعلبكي يلي جسدوا المقطع يلي بيوصل فيه ماركو بولو إلى لبنان. هذه المهرجانات هي اللي انه عم ترجع تعطي الصورة الحقيقية للبنان. لبنان هذا اللي كل عمره هو ملتقى الحضارات اذا بدك، وملتقى الثقافات اذا بدك، هو كان ساحة للمثقفين العرب والاجانب، هو كان ملجأ لكل المبدعين العرب. لا نفرجي هل الجانب الجميل والايجابي يلي موجود عنا، عسى ولعل انه يقدر يعمل نوع من توازن بالوضع اللي عم نعيشه حاليا بلبنان وبالوطن العربي وبالعالم حتى كمان. بدنا نقول مساء الخير للسيدة هلا شاهين مديرة مهرجانات بيت الدين. مساء الخير ست هلا. مساء الخير إليك للمستمعين. ست هلا، شفنا شوي من أجواء الافتتاح، الحمد لله كانت فينا نقول فل الحضور، ولكن الحفل صار قبل بليلة، يمكن مصير أحداث صيدة بعد هيك. كيف أجواء مهرجانات بيت الدين كإقبال كنسبة حضور كجدول مهرجانات؟ هل تأثرتوا بشي عم بيصير حواليكم؟ شوفي أكيد يعني في تأثير غير مباشر على المهرجان، يعني بعد السنة في أزمة بلبنان، في تأثيرات للأزمة السورية، وفي عنا يمكن ما يكون عنا موسم صيفي مهم، يعني يمكن كتير من أخواننا العرب ما يقدروا يجوا على لبنان. بس رغم هيك الافتتاح كان بجنن، والعروض اللي عم نشهدها هالأربع أيام، هالسيرك العالم الجاي من الصين، الفرقة الوطنية للألعاب البهلونية رح تقدم أربع عروض اليوم آخر ليلة. كان الحضور كتير قوي، انبسطنا انه في شباب من كل الاعمار حبوا يكتشفوا
هالفن اللي بيتميزوا فيه الصينيين. بعتقد هيدي مشاركة الناس بمهرجانات بتدين هيدا نوع من رد على الخوف وعلى عدم الاستمرار. الناس بتآمن وبدها تكفي المشوار، بتآمن بدور لبنان الحضاري وبدور الثقافي وأكيد السياحي، ومستعدة تضحي شوي تتكفي هالرسالة. يعني بنفهم منك ست هلا لأنه نسبة الإقبال بأكتريتها لبنانية؟ ايه يعني بغالبيتها السنة اللي في بعض من اخواننا العرب بس بشكله، والاجانب بشكله نسبة قليلة، اكترية عم تكون من اللبنانية المقيمين والوافدين لخلال الصيف. الى اي متى مستمرين بعروض مهرجانات بيت الدين، وكيف الاقبال على بقية التذاكر؟ هلا السوق الصيني اليوم اخر ليلة بفتكر تقريبا نفذت البطاقات. الاستاذ قازم بأربعة وخمسة تموز، بتعرف الاستاذ قاسم هو بيرجع لبيته على بيت الدين طبعا، ولاحياء ليلتين من روائع نزار قباني. هو بحب استعمل انا كلمه الاستاذ قاسم، هو دائما بيقول انه هو ببيت الدين بيعطي اداء مختلف وجمهوره بيستقبله بطريقه مختلفه. بهالليلتين تقريبا 70% من البطاقات نفذت. وبعتقد اكثر بيع بيصير اخر ثلاث ايام، يعني بعتقد استاذ قاسم كل سنه بيعبي الصاله، واللي حلو انه مش بس بيعبي ببيت الدين، في ناس بتقعد على الطرقات وبسيارات وعلى الشرفات يحضروا الاستاذ قاسم. السنه استثنائيه رح نكفي خلال شهر رمضان المبارك. بحفلات بتبتدي الساعه 9 وربع مش 8 ونص. في عنا ب 17 تموز في عنا حفلة جاز مع عملاقين، سيدة ديدي بريدج ووتر ولاعب البيانو العالمي رمزي لويس. لمحبين جاز هيدي محطة كتير ناطرينا، لأنه غالبا ما يلتقوا هيك عملاقين سوا على نفس المسرح. بعد ديدي بريدج ووتر عنا ب 19 شهر حفلة عزيزة على قلبي اسمها أصداء من سوريا حي على الياسمين. هالحفلة رح يشارك فيها ثلاث فرق سوريين. ليش مهمة هالفرقة؟ لأنه رح تعرفنا على طيف الموسيقى السورية اللي عمره أكثر من 1000 سنة. يعني أول شيء بنبتدي مع الأستاذ إبراهيم كيف ومجموعته، رح نتعرف على الفولكلور والموسيقى اللي دخلت فيها عدة حضارات. يفترض هالحفلة يكون فيها إقبال كبير نسبة السوريين المتواجدين عندنا بلبنان. بعتقد. والقسم الثاني موشحات مع سيدة رشا رزق. اما الاسم الثالث والاهم هو مع الاستاذ كنان عزمي وفرقته، اللي رح يعرفنا على اروع موسيقى تجريبيه سوريه. بقى انا بدعي الجميع يعني يكتشفوا مثل ما عودونا حبنا الاكتشاف في بيت الدين وما يفوتوا هالحفله عليهم. ب 26 تموز ننتقل على رقص الفلامينكو مع سيده ماريا باخيس، اللي قال عنا شخص سلاماجو اللي أخذ جائزة نوبل للأدب، إنه وقت السماء والأرض تختلف بعد ما بترقص ماريا باخيس. بقى فنانة كتير كبيرة، واللي بيميز هالعرض عدا الرقص والغنى الحلو كتير بالفلامينكو هو إنه الديكور صممه أهم مصمم برازيلي بالعالم، توفى السنة الماضية، أوسكار نيوماير، اللي أصر إنه يعمل له السينوغرافية تبع المسرح كآخر عمل بقدمه بحياته. بعد إذن من النظر من السمع من الرقص رح نكون ليلة مهمة. أما الختام ختام كتير حلو بتحية بتقدمها باتيسيا كاس لأكبر مغنية بفتكر بالفرنسية هي إيديت بياف. الجمهور بيعت بطاقات كتير، الجمهور ناطر هالحدث. هيدا الحدث عم بيصير بمناسبة غياب 50 سنة على غياب إيديت بياف، وفي مقاطع فيديو رح تعرض لأول مرة عن حياة بياف خلال هالحفلة. يعني على أمل تستمر الظروف على ما هي عليه، يعني بالقليل في استقرار نوعي لحتى تقدروا تكفوا الحفلات الحلوة. نحن نكفي ونوقف ونقول، بس أكيد نتأمل أنه الظروف ما تتأزم، بس نحن ما تنسي نحن خلقنا بالحرب
وجينا كفعل إيمان بلبنان. يعني نحن رح نضلنا مكافيين طالما في أمن وما بيشكل أمن على الجمهور. نحن منكفي لأنه في عنا رسالة، ومثل الجامعات بتكفي، مثل المدارس بتكفي، كل شيء لازم يكفي. بفتكر المهرجانات عندها دورة مهم. شكرا ست هلا شاهين بالتوفيق. دكتور جمال فياض أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا. يعني سمعنا ست هلا شاهين.